شاهدوا نخل بلح الوادي الجديد. يعني بصراحة الفيو حاجة قمة الجمال وقمة الروعة. بسم الله ما شاء الله. بص يا جدعان، حاجة جميلة جدا وحاجة رائعة. يعني ده البيت بتاعنا وده من الظهر. بص الفيو جامد جدا. طبعا الطيور، وادي النخل. فيو جامد جدا جدا ورائع. بسم الله ما شاء الله. حاجة يعني بصراحة قمة الجمال قمة الروعة. بص النخل حاجة جامدة جدا جدا. ما تنساش الاشتراك في هذه القناة وتضغط اللايك وتفعل زر الجرس عشان الفيديو يوصل لغيرك. زي ما شايفين يعني بصراحة حاجة جدا عظمة وحاجة رائعة. زي ما شايفين ده منظر النخل، منظر الحاجات الجميلة جدا والحاجات الرائعة. وهي ودي الطيور بتاعنا، الطيور بتاعتنا يعني. ده الحوش زي ما شايفين يعني الأجواء جدا جميلة وجدا رائعة. وده أليس. وهنا تقول نهاية هذا الفيديو. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.